السلام عليكم أصدقائي، فيديو جديد واليوم جديد جينا باش نصور لكم السيول والفيضان خاص في أكادير. إذا ديجا صورنا هذا الواد وجينا من جديد ولقيناه اليوم تزاد الواد وجاب الفيضان وجاب السيول. عليكم هو تبعوا الفيديو من البداية حتى النهاية، اشتركوا في القناة ديالي، تفعيل الجرس باش يوصلكم كل جديد، وساعدونا باش نوصلوا 400K، وكلشي دير ابوني وكلشي اشترك وديروا الخير باش تلقاو. راه عادي جدا كنشوفوا الناس كيشاهدونا وما كيقدروش يديروا ابوني، علاش دير ابوني باش نبرعكم بالأودية. هذه امطار غزيرة بعد عاصفة رعدية اللي دازت خاص في اكادير، زيت اكثر من 6 سوايع اليوم الحد 31 مارس 2024. هذا واد اللهم بارك كما كتشوفوه، واد ديال اكادير تبارك الله تبارك الله بهذ النعمه ديال سيدي ربي. شوفوا الاخوان شوفوا شوفوا تبارك الله، شوفوا هذا واد تبارك الله تبارك الله، تزاد اليوم اخوتي وحق الله الا تزاد. شوفوا شوفوا تبارك الله، شوفوا النعمه ديال سيدي ربي. اي هي هي باش نوضحوا لكم، راه وصل البحر شتي القنطره، راه وصل البحر شتي، ها هو تحت القنطره دابا هاد الواد كيدي البحر. اللهم بارك شوف واو، سمعوا سمعوا اخوتي سمعوا، تبارك الله تبارك الله تبارك الله تبارك الله بالنعمه ديال سيدي ربي، اللهم بارك. شوفوا هذا واد ديال اكادير وهذا السيول والفيضان، شوفوا تبارك الله راه تزاد الاخوان وحق الله اليوم راه تزاد بلاصه كيوصل من هنا زيد 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 لهنا على حسب النيفو ديال امطار غزيره. الا كانت العاصفه رعديه مجهده راه كيوصل هناك وكيوصل حتى لهنا على حسب. اذا هذا الشيء اللي جاب اليوم اللهم بارك، اذا انا رايي راه تزاد وفي نفس وقتها المكان ديالها. شوف هذه البلاصه كان فيها خاص في الصباح اذا يقدر غادي يتزاد مع المده، هذا هو الواقع. نتمنى ان شاء الله يكون خير، حنا دائما الهدف ديالنا هو نشاركوا معكم هاد السيول وهاد الفيضان كيف كتشوفوا. وتبارك الله السيول، اذا هاد الامطار غزيره غادي تستافد منها خاص مدينه اكادير. وهاد الواد عنده حتى الفوق راه جاي من الجبل باش نكونوا واضحين، ولكن النيفو ديالو هو هذا، وبعد ساعات يقدر يتزاد على حسب الا توصل بالدعم خاص من بعد الاوديه غادي يتزاد هاد الواد، غيوصل من هنا وغيوصل حتى لهنا. وانا كنتوش في الواد باش نكون واضحين، هاني كنتوش في الواد، انا ما عنديش مشكل واخا كاع يجي هاد الواد من جديد بقوه غادي نمشي لهي ونبدا نصور فيه. تبارك الله النعمه ديال سيدي ربي. حاليا رمضان، راه رمضان هذا وجات الامطار غزيره تبارك الله تبارك الله. صراحه اليوم البحر هائج باش نكونوا واضحين، وغادي نحاول نصور لكم بعد الاوديه. شوفوا تبارك الله اللهم بارك، ممتع تماما، واد خيال واد رائع. نتمنى الاعجاب ديالكم ونتمنى الاشتراك ديالكم. شوفوا تبارك الله هو دابا هاد الواد راه عادي، ما تخاف والو، وبزاف ما يخافش من هاد الواد، كيخاف من هادوك الكبار، هادوك الاوديه كبار هما اللي كيخاف منهم بزاف. دابا هذا عادي جدا، شوفوا تبارك الله اللهم بارك. صوروا لكم الواد على خاطركم واستمتعوا لينا وتمتعوا لينا بالسيول. هنا السكوتي، هنا واد السكوتي، سمعتوا الجرأة ما كايناش، شوف السرعة ديالو خيالية. شوفوا تبارك الله واو 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 شوف واو، شوفوا تبارك الله هذيك اتجاه كاينة الجرة، هنا السكوتي زيد البحر غادي للبحر باش نكونوا واضحين. اللهم بارك، اذا اجواء خياليه اجواء ممتعه تماما، ونتمنى يا ربي تكون الفيضان من جديد وتكون الامطار غزيره من جديد، ونحاولوا نصور لكم اي حاجه جديده. واخا رمضان كيكون صعب جدا تبدع، كيكون صعب جدا تدوي، وحنا كنديروا واحد المغامره باش نصور لكم هاد السيول باش نكونوا واضحين. حنا خرجنا باش نصور لكم هاد الواد باش تفرجوا فيه وتكتشفوه. اللهم بارك، مكان ممتع مكان رائع جدا.
شوفوا شوفوا تبارك الله. إذا هذا الواد كيدل البحر، شوفوا تبارك الله تبارك الله، بهذه النعمة ديال سيدي ربي، واد كبير، هذا هو الواقع. إذا حنا دائما كنحاولوا نشاركوا معكم شي حاجة جديدة، وفي نفس الوقت الشتراء باقي جاي يا خوتي. إذا اليوم الحد ويقدر غدا الاثنين تكون ممكن، ونتمنى تكون، ما كرهناش حنا دائما تكون الشتاء. إذا بالنسبة السيول والشتاء اللي نزلت في أكادير، إذا جات في الوقت ديالها، واخا ما غاديش تحط واحد المفعول 100% حيت مارس ما كتحطيش 100%، كتحطي 60% 70% 50%، ونتمنى إن شاء الله على حسب. حيت سولت واحد السيد قلت له تجي لك كانت الشتاء غير نهار يقدر تحط المفعول في مارس 100%، قال لي لا، قال لي 50%، وقلت لي ربما كاينه الشتاء 4 ايام ولا 5 ايام ولا اسبوع واش تحط المفعول، قال لي تحط المفعول 100%. باش كثرت الشتاء غادي يكون المفعول 100%. شفتوا اخوتي راه كيتزاد الواد، والله الا كيتزاد بالله، وصل بزاف بدا الواد كيتزاد، سبحان الله والله الا سبحان الله، تبارك الله تبارك الله بهذه النعمه ديال سيدي ربي. شوفوا شوفوا تبارك الله، شوف اللهم بارك، اجواء خياليه، النعمه ديال سيدي ربي. حاولنا نصور لكم هذا الاتجاه حتى هو، شوفوا هذا المكان باش تعرفوا هذا الشيء راه فيه تمر حتى هو، ماشي سهل. شوفوا تبارك الله، شوفوا اي هي 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 هي، تبارك الله تبارك الله، عاصفه رعديه. شوفوا اخوتي ومشهد، اللهم بارك، والله الا مشهد بالله، تبارك الله تبارك الله تبارك الله. هنا كاينه الجره باش نكون واضح، ها هي الجره ديال الاول، شوف هذه الجره، هذا السيول المنقي، هذا فيضان. كاين واحد الواد حتى هو غادي نحاولوا نصوروا نديروا مجهودات ديالنا باش نصور لكم بعض الاوديه اللي قدرنا عليهم. اذا انا خدمتي دائما كنقولها لكم، اذا كنصوروا السيول والفيضان وهاد الاوديه وهاد الخير تبارك الله، هذه نعمه ديال سيدي ربي باش نكون واضح، الشتا كلها نعمه ديال سيدي ربي، الفيضان حتى هو، اللهم بارك. بدا كيتزاد اخوتي، والله الا بدا كيتزاد، بدا كيتزاد الاخوان، شوفوا تبارك الله، شوفوا اي هي 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 هي، تبارك الله، دابا كيدي الفيضان للبحر. دابا هاد الوقت خاوي، القضيه خاويه، وفي نفس الوقت بزاف كيصور على خاطرو، بزاف كيصور على خاطرو حاليا دابا، اللهم بارك. شتي لو كان وصل الواد تما حتى لهنا، واو 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 واو، ايا يوقف لكم بزاف، راه بدا يصورها من الفوق، ما ينزل كاع لهنا، بدا يصور لكم من لهنا. وهكذا تشاهدون هذا السيول الفيضانات في مدينة أكادير، وأتمنى التوفيق للجميع، وأتمنى لا نريد المشاكل، هذا السبب السيول، وإن بدون مشاكل، إن السيول بدون مشاكل. إذا نتمنى الإعجاب ديالكم، الإشتراك في القناة، تفعيل الجرس باش يوصلكم كل جديد، وانتظروا المزيد ديال الأودية خاص في أكادير، من طنجة إلى القويرة العزيزة، دائما المجهودات راه غادي نديروهم ونصوروا لكم أي حاجة اللي قدرنا عليها إن شاء الله بحول الله. تحياتي أكادير المغرب.